كل عام وانتم بخير مشاهدينا، رمضان كريم عليكم ومبارك على الأمة الإسلامية. شهر رمضان الفضيل، هذا الشهر الفضيل والكريم اللي من واجبنا انه نسعى لتقديم الخير الى الناس المظلومين المحتاجين المتعففين واللي قست عليهم الظروف وسط ظروف اصعب يعيشها الفرد العراقي داخل العراق خصوصا. في كل رمضان الشرقية تنطلق بمجموعة من البرامج لتسعد الناس وتجمعهم امام الشاشة الصغيرة لتبعث الفرح والامل على وجوه مشاهديها. هذا العام نعود إليكم مرة أخرى في حلقات جديدة من برنامجكم الرمضاني الكبير خيرات رمضان. هي سلة الخير والبشائر للأمل تحملها الشرقية بلا منة، تقدمها لكم من أجل بداية جديدة وانطلاقة مباركة لحياة كريمة عزيزة تليق بكم أكيد كعراقيين تنتمون إلى هذه الأرض المعطاء. وطبعا احنا اليوم يعني حابين نزرع بسمة على وجوه كل العوائل اللي هي راح تنضم وراح نتعرف عليها بهذه الحلقات. واكيد بداية حلقاتنا راح نتعرف على 3 عوائل، احنا حابين نزرع البسمة على وجوههم، واكيد احنا حابين انه نبعث بروحهم امل جديد. فحلقتنا لهذا اليوم تتضمن يعني 3 عوائل قست عليهم الظروف، ورغم هذه القساوة هم صابرين. وخلونا إن شاء الله نتعرف على أول عائلة راح تكون ويانا، هي من كركوك. أول من نتعرف عليها اليوم هي سكنة. سكنة من كركوك، وسكنة هي جدة، وهي عانت معاناة كبيرة بعد ما يعني توفوا أولادها، وهي عاشت حزن كبير وشديد على أولادها. ولهذا وهي بهذا العمر الكبير اللي هي بحاجة أصلاً إلى من يرعاها ويدير بالها عليها، لكن أولادها تركوا على عاتقها أحفاد أيتام، عليها أنه تدير بالها عليهم وعليها أنه تستر عليهم وعليها أن توفر لهم المأكل والمشرب والمسكن، لكن هي ما تملك أي مصدر للرزق ولا تركوا لها الأبناء أي مصدر هي ممكن أنه تتطور عليه أو تطور بالأيام الجاية. فسكنة هي جدة مثال للمرأة العراقية، وصراحة هي تستحق أنه نقف معها. فخلينا نشاهد هذا التقرير الأول، لأنه الحكي عن حالها ما راح يكفي مثل ما الصورة راح تقدم لنا اياها. خليكم ويانا. هذه سكنة عمر زيدان، هي من تعيل وتربي كل هؤلاء. انهم عيال فقراء يعتاشون على زكاة الفطر. رحلت أمهم ومات والدهم، لا أرض لا ماض لا حاضر لا مستقبل. أربي ذول الأيتام هم وجهال بنتي، بنتي جهال بنتي، لا أم ولا أب، بلال وآبان أنا ربيهم. هن هذول يم بيت خالهم هم أنا ربيهم، وذولا جهال ابني هم أنا ربيهم، جهال محمد، هذول الأيتام. والناس تطينا وتترحم علينا وتجيب لنا زكاة، يجيبون لنا الفطرة، وهذا اللي العايشين احنا بيه. أمهم وين؟ أمهم وين؟ أمهم توفت ريمة. شلون توفت؟ والله تمرضت ونومتها مستشفى، صار مي ببطنها، سحبوا المي وماتت مستشفى الآزادي بكركوك. أبوهم كيف صار لهم توفين؟ أبوهم صار لهم تقريب 7 سنوات 8 سنوات توفى قبل السقوط. قبل السقوط؟ إيه توفى. لقد أمعن الزمان بتمزيق هؤلاء شر ممزق، علبة من صفيح صدئ هو ملاذهم. هم وهي على بساط المروءة في بيت خال من كل أدوات الحضارة المادية. لا والله، لا مجمدة، لا ثلاجة، لا طباخة، ما المعوق نشتغل بيها، كل شيء ما عندنا بس رحمة الله الواسعة. وحايرة بزماني باكر إذا أموت هذول وين يروحون؟ قطعة أرض ما عندهم، ضمان ما عندهم، تا يقعدون.
زين ما حد يعني جاس مسؤول دق بابي جمطاتش يعني في شيء؟ ما حد جانا لا والله أبد. بالمدرسة جاسم وخالد اثنين يدرسون، البنية ما عندنا إمكانية طلعناها. هذه الجدة الكهلة الطاعنة السن إذا باغتها الموت فجأة فماذا سوف يحل بهم؟ أخوالهم، أعمامهم، فقراء أيضا. والله عمامهم خوالهم كلهم فقر، كلهم ما عندهم. عندهم عم معوق والمعوق قاعد وياي، اللقمة تصير ياكلون وياي. وهاي كانت البنية بنت المعوق، إيه من هنا إيه لي هنا، رجله كلها بلاتين، ربطت سيارة يم المحافظة. إي والله والله مخنوقاني من الضئم من القهر يا حدي يا أبو، يا من القهر، القهر كثير. ثلاث ولدي ماتوا، ثلاثة ما ظل، ثلاثة ماتوا. شو ماتوا؟ احكي لي. والله ماتوا صدام عدمهم، عدام عدام. إي كانوا بحرب إيران من العسكرية فروا وماكو عيشة، جوع كتنة، وجو قضبهم الحزب ودوهم رموهم، رموهم بالانضباط وانطوني إياهم خالد وجواد. تلعب عليهم الفصول لعبتها وهم تحت مزاجها الثقيل المتقلب، يتقبلون كل شيء هو أدنى من الموت. أغار على حبوتي. ايش بيها ابوك؟ ابوك يومية تطلع تطلع عنا سجين. وين تروح ابوك تحسيني؟ ابوك تروح على الناس اللي يرحمونه تجيب اكل انه. واذا ما جابت؟ والله اذا ما جابت نام بدون اكل. الله لافكم وجابكم علينا، الرسول دسكم علينا، رب العالمين دسكم علينا، ودس سعد البزاز علينا، والله يوفقه ويطول عمره بجاه الرسول. اذا اعطانا من خيراته نفتح لنا دكان، من نفتح دكان نحط معلبات طماطم خيار نبيع بعد نعيش، وش ما نعيش وناكل نقول يا ربي ان شاء الله عمر سعد البزاز الف سنه والف عام. مشاهدينا شاهدنا الصورة الدقيقة اللي وصلت لنا، الظرف المعيشي اللي تعيشه هذه جدة والأحفاد، وحقيقة يعني هي من الحالات اللي واجبنا مثل ما قلت في بداية تقديمي لهذه الحلقة أنه نقف معاهم، نزرع الأمل بقلوبهم ونرسم البسمة على وجوههم. فسكنة والأحفاد أكيد الشرقية ما راح تعوفهم للزمن هذا الصعب، رح نوقف وياهم. وإحنا بهذا الوقت إحنا نحاول نأمل اتصال مع سكنة. وياي رمضان كريم سكنة. إي وياك. مرحبا سكنة، رمضان كريم. أهلا وسهلا. شلون صحوا الأحوال؟ إن شاء الله بخير. الله يسلمك بنيتي، الله يحفظك، يحفظ سعد البزاز. الله يسلمك. سكنة، سكنة انت ذكرتي انه انت المعيلة الوحيدة لهالعائلة لهذه الاحفاد، انت الوحيدة على راسهم. طيب ماكو هناك؟ والله انا حبوبتهم. نعم الله يخليك، يعني يعطيك الصحة والعافية وان شاء الله العمر الطويل اليك، وان شاء الله الايام الجاية تكون احسن. بس انا حبيت اعرف انه يعني العمام والخوال انت قلتي هم حالتهم صعبة، بس هم انا ممكن يقدرون مثلا يتكفلون واحد من عندهم؟ كلهم فقراء وحالتهم صعبة، إذا أجيب لقمة أنطيهم يأكلون. زين زين إذا أنت عايشة على الصدقات، والصدقات أكيد مو كل يوم تجيك مو صحيح؟ أكيد الصدقات مو كل يوم تجي. زين إذا ما جتي صدقات حالكم شلون يكون؟ شلون تنامون؟ شلون تقعدون؟ تفطرون ريوق عشاء غدا؟ شلون تدبرين؟ والله أجيب الأكل من البيوت أحميه ناكله ثلاث أيام أربع أيام، نجيب من واحد أضعف. وإذا ثلاث بيوت ينطونه. زين هذا الأكل، زين اللبس، الغطاء، الفراش، هذا منين دبرتوه؟ شلون تعيشون؟ شلون تنامون؟ على شنو تنامون؟ والله هذول اللي يموتون أجيب فراشهم ننام بيه. اللي يتوفون.
اللي اروح اليوم اجيب فراشي من الدوش انام بيه. يعني فعلا صعب. زين انت ابنائك اللي فقدتيهم صار كم سنه انت فقدتي احد يعني ريمو ومحمد قلتي مو صحيح؟ عفوا. ايه ريمو ومحمد شلون توفوا؟ توفوا وصار تقريب 8 سنوات 9 سنوات هيك اللي توفوا. نعم. شنو الحادث اللي توفوا به؟ يعني شلون توفوا؟ والله ريما جرى مي من بطنها المستشفى صدام وتوفت. الى رحمة 7 ايام نمت بيها وتوفت. الى رحمة الله. ايش قد كان عندها جهال؟ يرحمها. ايش قد جهالها؟ جهال عندها 4 كانوا. قيلان توفى وظل جاسم وخالد وإيلام. اللي هم وياك اثنين جهال بنتي. زين. وياي اثنين جهال بنتي لا أم ولا أب، أنا ربيتهم وياي. أنت ربيت. 5. 5 الله يعينك. زين انت قلتي قاعدين قسم من عندهم من المدارس. زين هم ذول اللي يروحون للمدارس شلون هيك مدبريها؟ شلون يروحون دفتر قلم؟ يعني اكيد المدرسه تريد. والله البنيه بطلتها والولد هالسنه طلعوا ساقطين جاسم وخالد صف الرابع هسه هم. قعدتيهم من المدرسه وقعدتيهم من المدرسه هم يشتغلون؟ يشتغلون هم بهالعمر؟ توديهم يشتغلون؟ ما قعدتهم، لا والله صغار ما قعدتهم، هالسنة سقطوا، إن شاء الله السنة الجاية بلكي ينجحون. إن شاء الله. إن شاء الله. طيب هذا البيت اللي قاعدين به هو إيجار البيت؟ إي والله إيجار، كل المنطقة يدرون. زين هم أكيد. صار 200 قاعدين. شلون تدفعين الإيجار؟ منين؟ إذا أنت عشتي على صدقات يا حجي. علي هسه علي مال 4 أسر. وش وابو البيت شي يقول لك؟ ابو البيت شي يقول لك؟ يقول لك دفعيهن لو تطلعين لو شنو؟ لا والله البارحه قالوا لنا اطلع احنا ما نطلع ان شاء الله ننطيكم. حسبي الله ونعم الوكيل. صعبه والله، والله صعبه حالتك. قلنا بس يعني اكيد الشرقيه بتعرف. قلنا قاعد تتجاوز من ابنيها. يعني فعلا يعني اكيد حالتك صعبه واحنا اكيد يا حجي يا سكنه احنا ما نتركك، يعني رغم قساوة الزمن عليك بس اجى رمضان ورمضان الخير و ان شاء الله. الله يخليكم ويخلي سعادة البزات اللي تطرون للفقراء وللمساكين وللايتام وللمقطوعين واللي ابهاتهم ماكو شغل ما يشتغلون وما يقدرون يروحون يسوون غير دروب فقراء ياكلون خبزه يقولون الحمد لله والشكر يا رب. الحمد لله ونشكر يا بنتي. الحمد لله. بس احنا بهذا الشهر الكريم واني احب ابشرك بهذا اليوم واحنا بثاني يوم رمضان وانت اول حاله واول حلقه استفتحنا بها بخيرات رمضان وفعلا انت الحاله اللي الشرقيه كانت معك وحاضره بقوه بجانبك وتمنحك مبلغ اللي هو قيمته 12 مليون عراقي وانت اقترحتي موضوع انه تفتحين دكان وتسترزقين من عنده وهذا المبلغ ان شاء الله يكفيك وان شاء الله تسترين على احفادك. الله يحفظكم، الله يخلي سعاده البزاز، الله يخليكم ان شاء الله من كل مكروه، اللهم ربي يعطيكم من كل مكروه. جاء هذا شهر رمضان يا بنتي. الله وان شاء الله الف سنه والف عام عماركم. الله وتروحون على المساكين والفقراء. هذا واجبنا عزيزتي ام حجية سكنة وان شاء الله يا ربي هذا المبلغ يعونكم وتفتحين الدكان وتعيشون حياة كريمة كعراقيين انتم تنتمون لي هذه الارض الطيبة. الله يحفظك. عليكم انه تعيشون وتشوفك. الله يسلمك عزيزتي، انا هم احبكم واني اتالم صراحة على وضعكم. قربانة في الله يسلمك. سلامنا اليك وان شاء الله هاي البشرة حلوة عليك اليوم. جهارين الايتام جهارين الايتام المقطوعين جاسم وخالد وإيلاف رحمتوا بحالهم يا بنتي. الحمد لله والشكر انه الشرقيه وقفت معك وهذا المبلغ عليك انه انت تدبري، انت اكيد امراه كبيره وعندك يعني مقاييس وعندك خبره بانه تفتحين مشروعك وتديري انت والاحفاد هذولا. ان شاء الله هذا المشروع يتطور ويعني
يوفركم اللقمة الهنية، اللقمة الكريمة، اللقمة الطيبة، ويجمعكم دائما تحت سقف واحد. الله يسلمك، الله يطول عمرك، الله يوفق الويات اللي جميعا يمشون وياك. اللهم ربي يستلهم من كل مكروه. آمين يا رب. من كل مكروه يا بنتي. أشكرك عزيزتي، وإن شاء الله وإن شاء الله نسمع منكم أخبار طيبة. وإذا أنت حابة تستفسرين أكثر فالشباب موجودين بالكنترول ويتابعوك. شكرا جزيلا.